مساء الخير واهلا وسهلا بالجميع، واهلا وسهلا بمولود اليوم ومواليد كل الابراج. ما تنسوا تعملوا اشتراك، شير، لايك، سبسكرايب على الجرس ليجيكم اشعار البث المباشر. مولود 27 سبتمبر اللي هو رقمه بيصير 9 لنزال مع برج الميزان. هذا المولود محدد لهدفه، دائما عنده اهداف بحددها بيمشي عليها، ما بيحاول يبعد عنها او يغير رايه. كبرياءه كتير عالي، عنيد، ما بيسمع الكلام ولا النصيحة. إذا حط شي براسه ضروري يضل عليه إلى أن يا أما ينتهي الشي اللي حطه براسه وينفذه، يا أما ما ينتهي ويتعب هو من جراء عدم تنفيذه. هذا المولود ما بحب يفوت بالأحداث الدرامية. شو يعني؟ يعني إذا كانوا اثنين عم يتخانقوا مثلا، مش هو اللي بيفك مشكل، أو إذا كانوا اثنين عم يتناقشوا back and forth وعلي صوتهم، ممكن يفل أو ممكن ما يتدخل أو ممكن يقوم يغير المكان. ما بحب يفوت بالدراما، فما بالكم إذا كنتوا حبيبته أو حبيبه وعم تشكوا إنه عندكم شيء مضايقكم شيء، يعني ما بيمشي الحال معه. محبوب، مطلوب، عليه طلب، حساس جدا، مخيلته واسعة، يحافظ على تعابير وجهه أثناء الخلافات، ومن الصعب أن تعرف كيف يشعر. شو يعني؟ يعني إذا عم تتخانقوا معه، عم تعملوا مشكل معه، ناطرين ردة فعل، أو عن قصد زعلتوه لحتى تشوفوا ردة فعله من غيرة، من كبرياء، من غضب، ما رح تلاقوه. فحاولوا أنكم ما تعملوا هالشي. هذا المولود بفضل أنه يكون عازب عن انه يكون متزوج، ولكن اذا قرر الزواج بيضلوا يعمل تأكيد مرات ومرات ومرات الى ان هذا الزوج او الزوجة مناسبين لإله، لانه بيقرر انه يتزوج لمرة واحدة فقط في حياته. مش من الاشخاص اللي يتعددوا الزواج او بياخدوا اكتر من زوجة اذا كان رجل، او بيفكروا بحدة تاني يتزوجوا اثناء ما هن متزوجين. زواج واحد مرة ولكل المرات، ويفضل أن يكون بدون زواج. مشاكله من الطفولة مع أهله بتخليه لما يصير عنده أولاد يعمل مشاكل مع أبنائه، بيعيد نفس القصص أو نفس الأشياء اللي كانت تصير معه بطفولته، وكما أهله كانوا يعاملوه مع أبنائه. فهون دائما في مشاكل ما بين الأطفال والميزان، وبيقسى عليهم، بيكون قاسي على أولاده. يحب الطعام، لا ينتبه لوزنه، تحكمه الزهرة، وهي كوكب الإحساس، الفن، التعامل والتعلق. عنده مشكلة لما بحب حدا بيتعلق فيه، بيضل لازق فيه ليل نهار، يعني بيصير اعتمادي على الشخص، بيخنقه للواحد، ما بيخلي له مجال يتنفس فيه، وما بيعود في مجال للخصوصية أو للابتعاد. يعني نحن عنا هون مثلا بأثناء الحب أو المواعدة أو الخطوبة، بالنهاية كل واحد بروح على بيته وعنده عائلته وعنده أصدقائه. هذا الشخص لا، هذا الشخص بده يضل لازق، يعني هذا الشيء منه جيد، بيسبب مشاكل بالعلاقات. هذا المولود يتوافق مع مواليد الميزان ولا يتوافق مع مواليد السرطان. رقمه 9. شو هي المشكلة اللي عم تواجهنا هون برقم 9؟ رقم 27 مجموعه 9، والشهر 9، وإذا جمعنا الشهر واليوم جمعناهم كمان رقمهم 9. لما بيكون في هالقد تسعات في خطورة، في خطورة من ناحية التفكير بالانتحار، في خطورة من أشياء كتيرة، نظريات كتيرة، في خطورة من الوحدة القاتلة، في خطورة من الابتعاد عن الناس، في خطورة من حالات اكتئاب. فهيدي ثلاث تسعات فيها خطورة بالتأثير على الشخص أو على النفس، ورقم التقيل لما يتكرر ثلاث مرات هو رقم التصرف، التصوف،
رقم يمثل بالتارو، يمثل الناسك أو المتعبد، ومنشوف الصورة بالتارو إنه هيدا الإنسان بعيد حامل قنديله تحت التلج وتحت البرد، وفالل من مكان إلى آخر، ومبتعد عن الناس، عم بيفتش عن نصيحة، عم بيفتش على صوت الذات، عم بيفتش بجوز رايح يتعبد. بس لما بيكونوا التسعات متكررين، لاحظوا ألوان الكرت، ألوان باردة، الرمادي والأزرق الشتوي البارد، ما حامل معه إلا عصاته وفانوسه، مبتعد عن الناس، داير ظهره للمجتمع. فهون في عنا مشكلة، الوحدة، التصوف الشيء السلبي وليس الإيجابي لما بيتكرر رقم 9 ثلاث مرات، فهناك مشاكل. لحدا منكم متجوز لحدا من مواليد 27 سبتمبر، بليز يكتب لي بالتعليقات لو سمحتوا، يشاركنا شوي عن الناحية الإنسانية لهالمولود اللي هو بيعرفها، عن كيف هالمولود بيتعامل مع الناس. وإذا كنتوا أنتوا مواليد 27 سبتمبر ورقمكم في كل هالتسعات، بليز اكتبوا لي بالتعليق شوي عن حياتكم، عن تعاملكم مع الناس، أو الناس شو بتقلكم عن ردات الفعل اللي أنتوا بتعيشوها أو بتعيشوها. كل عام أنتوا بألف خير، إن شاء الله نهار بكون عود عليكم، والصحة والسعادة مواليد 27 سبتمبر. خلينا نشوف بكرة شو مخبي لها المواليد بالتارو، وتأثير رقم 9 أو 3 تسعات عليكم بكرة. غدا من الأيام اللي بدنا نسمع إلى نصيحة، الابتعاد عن المشاكل والابتعاد عن النقاشات في الحب. بكرة ليس الأفضل من الناحية المالية أو المادية، وهناك إحساس بالخوف، يمكن حاسين خوف لأنه كبرتوا سنة، أو بتحسوا أنكم كبرتوا سنة. نوع من الوحدة مسيطر عليكم من تأثير هالأرقام هيدي، وغدا يوم أحادي، فحتى أنه هناك حفلة واحتفال لكم واتصالات ومباركات رح تجيكم، رح تحسوا حالكم شوي تعبانين، أو أنه جسمكم وفكركم بكرة مش عم يتجاوب معكم. نصيحتي لكم لحتى تغيروا من هالمود هيدا وتطلعوا من جو الكآبة، تخففوا من المنبهات والتدخين والقهوة، وتحاولوا تشربوا نوع من الأشياء الطبيعية، واللي عندكم بتوفر له عشبة الجينسينج حاول يستعملها، أو الأشواغاندا ممكن تساعدكم على الإحساس بالنشاط وتغير من المود تبعكم، أو استعملوا زهرة اللافندر لأنها بتحسن المود وبتطلع الشخص من الكآبة اللي هو فيها. بالتوفيق لمواليد الميزان بكرة، وإن شاء الله كل عام أنتم بألف خير. مواليد برج الحمل، عزيزي وعزيزتي الحمل، شو مخبي لكم بكرة برقم 9، أو شو مخبي رقم 9 للحمل بكرة؟ على ما يبدو أنه بكرة ليس من الأفضل بالعواطف لجميع المواليد بما فيهم الحمل. الحمل بكرة شريكك بالحب وشريكتك بالحب والعاطفة بعض الخلاف، عم بحسوا انه مطنشين، مش عم تسمعوا لهم، مش عم يحكوا معكم، او انتو ما عم تعطوهم العواطف الكافية. هناك بعض الخلاف، بينخاف عليكم من طلاق او من ابتعاد او من عدم رجوع الى هالعلاقة. ممكن يكونوا عم تفكروا انه بدكم تطلقوا، او طلقتوا فعلا، او عم تفكروا تتركوا الحبيب والشريك والشريكة. بالنهاية القرار راجع لإلكم، ولكن اللي شايفته تماما انه هناك امور رح تتغير معكم بالايام الجاية، رح يصير في تصالح وفي وئام. عزيزي وعزيزتي الحمل، هو يوم واحد وبيخلص، وضعكم المادي بتكون تنتبهوا له من تدهور مالي او خسارة بعض المال، او حدا ياخذ منكم شيء بدون ما يعطيكم وصل او عقود. بالتوفيق لبرج الحمل بكرة. الثور ورقم 9 أو 3 تسعات، عزيزي وعزيزتي الثور،
شو تأثير رقم 9 بكرة عليكم؟ صراحة بالنسبة لكم التأثير أقل من باقي الأبراج، وتفكيركم منصب على النجاح والعمل والأمور المالية، وهناك اهتمام بالطعام وباللبس وبالدلال بكرة. ممكن البعض منكم يروح يعمل شوبينج أو يعمل تسوق أو ينعزم يظهر أو على عرس أو على حفلة. يوم لا بأس فيه عند الثور، المود تبعكم طالع نازل، يمكن ما نمتوا، ما حتناموا اليوم منيح، أو بجوز فكركم شغلكم بخصوص شريك أو شخص وهذا الشريك له سلطة أو مركز مالي معين. طولوا بالكم هالكم يوم، إن شاء الله الأيام الجاية بتصبح عن تغييرات. بعد منكم ثور، عندكم شريكين واختيار بعرض زواج ما بين شريكين. بالتوفيق للثور. عزيزي وعزيزتي جوزاء، ما هو تأثير رقم 9 بكرة وشو مخبيلكم لبكرة جوزاء؟ جوزاء بكرة نهار جيد، نهار رائع بتقضوه مع نفسكم بتفكير عن بعض العروض اللي اجتكم او بعض الشركاء اللي موجودين بحياتكم، يا اما بتقرروا انتو تغيروا الشريك اللي معكم الحالي، يا اما بتقرروا تتصالحوا. عندكم تحضير لأجندة وتحضير لمواعيد خروج من البيت، بكرة معجوقين كل النهار على عكس ما يحمله الرقم. انتو بالمقدمة والطليعة بكرة، اطلب تعطى ايدكم من ذهب، وعندكم بعض العروض اللي جاي لإلكم بما فيها عروض زواج واتفاق وشراكة وتغيير بين الشركاء أحيانا اللي بيتعاملوا معكم بالمال. اهتمام على صحتكم بكرة ضروري، والابتعاد عن الحلويات والسكريات. بالتوفيق للجوزاء بكرة. السرطان، عزيزي وعزيزتي السرطان، شو تأثير رقم 9 عليكم بكرة؟ رقم 9 بكرة بيقول له للسرطان، لماذا تبتعد عن الحب بهذه الفترة؟ لماذا أنت وحيد؟ وليش أنتوا عم تواجهوا مصاعب بالحب؟ هيدا السؤال اللي عم يسألكم يا حتى الكارت طلع لألكم، وهو يسأل ليش عاملين مشاكل بالحب؟ ليش ما عم تصدقوا حدا بالحب؟ ليش عم تزعلوا الناس اللي بحبوكم والبعض منكم أقسم إنه ما بقى بده يتعاطى بالحب؟ ما هو السبب يا ترى؟ ليش هالكبرياء والتعنت؟ بعد فئات السرطان اللي عندها علاقات مع الجوزاء والحمل والأسد، غدا يوم جيد لقضاء وقت مع الحبيب أو الحبيبة أو ضمن العائلة أو في البيت، وهناك اتصالات جاية للبعض منكم وتغييرات، والبعض منكم عنده مشاريع سفر. سرطان، أنتم بانتظار اتصال سيساعدكم كثيرا، رح يجي هالاتصال غير متوقع، في خبر كتير حلو لألكم رح يوديكم إلى مرحلة جديدة بالحياة. بالتوفيق للسرطان. عزيزي وعزيزتي الأسد، شو مخبيلكم بكرة 27 سبتمبر رقم 9، وما هو تأثيره على الأسد بكرة؟ الأسد بكرة عنده عروض بتجي بيتعامل معها بحذر، هاي العروض ممكن مالية ممكن لشغل. بعض منكم اللي عم يقدم على شغل رح يستلمه، وهناك توافق لإلكم وناس حتساعدكم. البعض الآخر اللي عنده محكمة ممكن يربحها، أو اتفاق اللي عنده شيء بيتعلق بالأولاد بالعائلة باتفاق بطلاق وهلأ عم بحل الأمور تنحل بكرة. أما الأشخاص اللي عندهم أعمال حرة عندهم بعض المشاكل، أحساسهم ما عم يتقدموا وهناك مشاكل مالية، أسد انتبه بكرة، حاسس حالك واقف بمكان واحد، وجرب بكرة ما تعمل مشاكل مع الناس وما يعلى صوتك وما يطلع خلقك. بالتوفيق للأسد بكرة. عذراء، عزيزي وعزيزتي العذراء، هناك أحد بحياتكم رح يحاول ياخد منكم شيء أنتوا بحاجة لإله، وهذا الشيء إما مالي أو مادي أو بيعود عليكم بنجاح. واضح أنه هذا الإنسان متصلبت، احكي عذراء رجال ونساء، هذا الإنسان اللي حما حاول ياخد منكم شيء هو إنسان متسلط ومتصلبت وما بهمه إلا نفسه. ممكن يكون حمل، ممكن يكون جوزاء، وممكن أن يكون برج الصاعد حمل. بكل الأحوال بعض العذراء
عندهم سفر، هناك سفر ما محددين أيامه، بس رح يصير عندكم بالأيام الجاية. البعض منكم مأهمل صحته، هناك اتصال لفئات أخرى عن زواج، نجاح بالدراسة، نجاح بالمحكمة، نجاح بالبيت، بس انتو المود تبعكم أحسن من اليوم. بكرة المود تبعكم أحسن بكتير من اليوم، وأموركم إيجابية أفضل من اليوم. بالتوفيق. ميزان. عزيزي وعزيزتي الميزان، شو مخبي لكم بكرة؟ ورقم 9. الميزان غدا، عفوا، وضع جيد على الصعيد العملي، الحب، العاطفي. اوكي، كل شيء تمام بكره. فئه منكم مجروحه، مدبرسه، حزينه شوي، احساسها انه مش عم توصل للي بدها اياه، الامور معقده عندها شوي. بعد من الميزان من الناحيه الماليه، اما عم بيواجه تعب او خساره او خساره عمل. شو اللي صار معكم يا ترى لحتى حاسين هالإحساس؟ انتبهوا من خديعة بالعمل والأشخاص اللي عم يقدموا على شغل. حاولوا اختاروا الأشغال اللي فيها ناس قراب على عمركم، لا تروحوا عن الناس اللي مختلفة عن أعماركم، لأنه عم شوف الناس الأقرب لعمركم حتساعدكم بشكل أوضح وأكثر. بعد من الميزان عنده خلاف مع الأسرة، مع العائلة، بدنا ننتبه الزوجة ما تترك البيت بكرة ميزان. أما رجال ونساء الميزان الباقيين، فالحب بكرة طالع نازل. أوكي، فئة منكم منيحة، فئة منكم تعبانة، فئة منكم عم تختار شريك، وفئة أخرى تارك الحبيب. مجموعات طلعلي، مش ميزان واحد. يعني بالنهاية الميزان هو مواليد كتير ناس، منكم 35 40 ما فوق شوي عندهم بعض المشاكل، الأصغر عمرا عم بيواجهوا تحديات، اللي بالعشرينات عم بيفتشوا على شغل بيلاقوه بس نفسيتهم تعبانة، اللي بالخمسة وأربعين وخمسين وفوق عم بيحاولوا ينفصلوا. فلخبطة بكرة ميزان، ضايع الطاقة ما بعرف ليش. اوكي، النصيحة لكم بكرة، اكتبوا الافكار الحلوة اللي بتجيكم، ان كان من ناحية الحبيب، الشريك، العمل، النجاح، المدرسة، او اي فكرة بيجيكم بكرة. بركي النهار اللي بعده تقدروا تحددوا اللخبطة ليش ومن اي فكر. احلى شي بكرة عند الميزان الاشخاص اللي حيجيهم اولاد، الف مبروك. الأشخاص اللي عندهم أولاد، لقاء وقت جيد مع أطفالهم، والأشخاص اللي حابين يحملوا بكرة، نهار جيد لهم. بالتوفيق ميزان. عقرب. عزيزي وعزيزتي العقرب، شو مخبي لكم بكرة؟ رقم 9. العقرب غدا خلاف مع صديق، ممكن يكون صديق أو صديقة، بالصداقة هناك خلاف، عدم تفاهم، فجأة انتو اتنين عم تحكوا مع بعض بدون مشكل، تزعلوا من بعض، بعدوا عن بعض، ممكن هذا المشكل مخصوص سيدة، امرأة. اوكي، جايز تكونوا صديقتين اختلفوا عن صديقة، او رجلين اختلفوا عن امرأة، او اتنين بحبوا نفس الست وعم يحكوا عنها، او صديقتين عندهم نفس الست او نفس الام او اللي هو، واختلفوا بخصوص صديقة او امرأة. هذا الخلاف ما بيطول، برجع بتحسن، بصير افضل بالايام الجاية. اما الباقيين منكم فعندهم اشياء جميلة، اشياء رائعة مالية، عندهم فرح بالعائلة، ناس منكم عندهم رحلة جديدة، دائرة حياة جديدة او دورة حياة جديدة، هناك نجاح وطلب عليكم بكرة، اطلب تعطى بكرة. بالتوفيق للعقرب، اموركم جيدة. اللي بصير معه الخلاف اللي قلت لكم عليه يكتب لي بالتعليق، واللي ما بصير معه ما ننسى انه هيدا برجع. القوس، شو عم يصير مع القوس؟
عزيزي وعزيزتي، القوس شو تأثير رقم 9 عليكم بكرة؟ القوس غدا عمل عمل عمل، مال، مصاري، هدايا، قرارات، نجاح، أشياء إيجابية تحصلوا عليها. بعض منكم حابب يترك شيء أو يبتعد عنه، إله فترة عم يعمل موازنة، هلأ كأنه وصلتوا إلى حل إنه خلص لازم نغير هالموضوع وننتقل إلى مرحلة أفضل من المرحلة أو الحياة اللي كنا عايشينها قبل. ممكن هالموضوع تغييره فكري بالقلب بالعقل بالمنطق شو ما كان. أما على الصعيد المادي، قوس بكرة أنتم مولعين، وضعكم جيد، مشكل صار مع حدا منكم قوس وفليتوا من البيت أو طلعتوا من البيت أو سكرتوا التليفون ما بدكم تحكوا بهالمشكل أو هالموضوع اللي انحكى فيه وزعلتوا، كنتوا حاسين إنه محبوسين ومضايقين وما في شي جاي على ذوقكم. الشريك والشريكة هني كمان ما حاولوا يصلحوكم، ما كان في دلع وتغنيج. بدنا نطول بالنا، بدنا نطري الأمور، الأشياء اللي مش على ذوقكم تركوها، ولكن نجاح لكم بكرة على الطريق المادي. اللي عم فتش على شغل بكرة يقدم على عمل، بالتوفيق. الجدي، عزيزي وعزيزتي الجدي، غدا يوم للحب، للعاطفة، للزواج، للشراكة، للمحبة، للسفر، للتحديد لقدام. هناك نصائح تأتي من برج الثور، امرأة من برج الثور، وبتساعدكم في أمور مالية ومادية، وهناك محبة وتوافق معكم. ممكن يكون للرجال والنساء، ولكن الشخص اللي عنده التوافق معكم هو امرأة. نساء ورجال الجدي، بكرة عندكم نجاح، انتو كمان اطلب بتعطى، شو ما بتكمشوه بصير ذهب. عندكم حب جديد، تعارف جديد، فئة منكم عم تحضر للزواج خلال 10 أيام الجايين، ألف مبروك. في ناس تانين عم يحضروا للزواج بشهر 5 2020، ألف مبروك. وفئة منكم خلال 8 أسابيع القادمة عم تفتش على سفر والتقاء بأصدقاء من بلدان أخرى. عندكم دعوة، بعض منكم عنده دعوة، دعوة يعني بيدعوكم، مش دعوة رفع محكمة أو قضاء، لا، حدا بيدعيكم، حدا بده يشوفكم، حدا بده إياكم تكونوا معه وتقضوا معه وقت ممتع. الجدي بكرة إيدكم ذهب، شو ما لمستوا على ذوقكم، والأسبوع لنهايته. طبعا نحن عنا الأسبوع بلش 2 بينتهي 1، انتو عندكم الأسبوع أعتقد ببلش السبت، يمكن بينتهي الجمعة. فلما بقولكم الأسبوع لنهايته، أنا عم بحكي نهايته سبت وأحد وبدايته عندي 2، بدنا ننتبه لهالنقطة. أسبوعكم جيد، بالتوفيق للجدي. دلو، شو عملتوا يا دلو؟ صرنا كم يوم عم نحكي وعم ننصح وعم نشوف شو أفكاركم. بعض منكم مشكور كتب لي بالتعليقات إنه استمع للنصيحة ونفذ الأمور وتغير من حياته، وهذا الشيء رائع. خلينا نشوف شو وضع الدلي الدلو بكرة، وشو عم بصير مع الدلو برقم 9. الدلو بكرة بعد ما كان ضايع شال هالشي، والبعض منكم اللي كان عنده كآبة عم فكر بالانتحار شال هالشي من راسه وفتح صفحة جديدة. هلأ بده يشتغل على نومه وراحته النفسية. أما الفئات الأخرى فشايفتها أفضل مع العائلة، أفضل مع الحبيب والشريك، وأفضل بالعمل. تغييرات إيجابية دلو بكرة، أشياء جيدة لإلكم. الفئة اللي عندها ملل وما عم تشترك مع الناس وما عم تطلع من بيتها ما عم تحكي مع حدا، ضروري زيارة العيادة النفسية، لأنه غير هيك ما رح تطلعوا من جو الكآبة والحزن اللي أنتوا فيه. أما باقي الدلو فهناك نجاح لإلكم، وخصوصا بالدراسة وبالعمل. شو هو اللي ناطرين وخايفين منه؟ وليش خايفين؟ ليش هالوقفة إنه أنا خايف وعندي عدم ثقة بالنفس؟ أو قلبكم واخدموا على الأشياء اللي بتكون تعملوها، ما في داعي للحزن والخوف. النوم 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 أهم شيء. دلو مش عم بتناموا، الفكر عم يشتغل كتير، القلق كتير، التدخين كتير، وهناك برود من الناحية الجنسية. شو عم بصير معكم متزوجين متزوجات؟ ليش هالشي ما بعرف،
لازم الصحة تكون متكاملة في العلاقة الزوجية. بغض النظر عن هيدا كله، البعض منكم رايح رحلة إن شاء الله بتتوفقوا فيها، إن شاء الله بتوصلوا للي بدكم إياه، ويومكم جيد وبالتوفيق للدلو. اكتبوا لي شو عم يصير معكم، أنا عم براقب تقدمكم دلو لأنه أنتوا كنتوا بحاجة إلى رعاية شوي أكسترا. واخيرا بنوصل لبرج الحوت. شكرا كثير من الحوت اللي كتبوا لي امبارح انه كنت انا مغلطه شوي بالرقم وصلحته، ميرسي. في ناس بتنظر للموضوع بطريقتين، في ناس ضحكت علي انه انا كنت عم اقول الرقم شيء وكاتبه شيء، وفي ناس بعتت لي رسائل او كتبت لي تحت التعليق وانتبهت وغيرت الرقم. مثل ما انتوا تنظروا للمواضيع باتجاه مواضيعي، تنظروا للمواضيع بحياتكم. فانتبهوا لأنه كل شيء بصير نعمله مع الناس هو عم نعمله بحياتنا. الأشخاص اللي بعتوا لي إيميل أو كتبوا لي تحت التعليق ونبهوني هن الأشخاص اللي بينتبهوا بحياتهم للخطأ وبيصححوا. أما الأشخاص اللي ضحكوا علي وصاروا يتمسخروا علي إنه أنا قريت شيء وكتبت شيء، فهدول الأشخاص اللي ما بيقدروا يتقدموا بحياتهم لأنه صعب إنه يحلوا أو يلاقوا حلول. قديش هي بسيطة، أنا بدي أشكر الجانبين، شكرا للاثنين، بس قديش هي بسيطة الفرق بين واحد يقدم على الحل وواحد يوقف ويضحك عليه. هيدا بيفرق بحياتكم حوت، انتبهوا. وكل الأبراج مش بس الحوت، لأنه اللي بعت لي ما بعت لي بس من الحوت، بعت لي من كل الأبراج. عزيزي وعزيزتي الحوت، شو زعلكم اليوم؟ ليه زعلانين؟ شو صار معكم؟ نحنا قلنا أنه اليوم أنتو كان عندكم نهار حلو، فليش هيك مريتوا ببعض الحزن اليوم؟ على كل الأحوال غدا من الأيام الجيدة لألكم، الحب فيها جيد، بس الأشخاص اللي أنتوا بدكن ياهم كتير قريب لألكم مش عم يتجاوبوا. تعرفوا شو السبب؟ السبب أنه أنتوا دلعتون، صار في دلع لهالناس وتعودوا أنه ما يسمعوا كلامكم، دلعتوهم كتير، غنشتوهم كتير. نساء الحوت تحديدا بكرة عندكم نهار كتير جيد ومال. رجال الحوت اللي برجهم الصاعد الثور، عندكم ملاحقة الى شخصية او حبيبة صغيرة بالعمر، ما رح ترد عليكم، جربوا ما تلحقوها كتير، مش عم بترد عليكم. اما باقي الحوت فهناك عمل جيد وعقود وصفقات ومال جاي لكم. انتبهوا من مال انسرق او شيء هدية انسرقت او شيء من المكتب اخذوا حدا، شخص غصب عنكم او بدون ما تعرفوا، او دين اخذوا منكم شخص برجو ناري وما حب يرجع المال. قد ما حكيتوا معه، قد ما قلتوا له بليز ولو سمحت وكذا، ما حب يرجع المال وبناوي يرجعه. فشوفوا شو بدكم تعملوا بخصوص هيدا الموضوع. كلام بتسمعوه عن البعض منكم بالشغل، انتبهوا على الكلام بالخلف والطعن بالخلف حوت بكرة، هيدا الشيء كتير ضروري. بالتوفيق للحوت اللي بصير معه هالشي، يكتب لي بالتعليقات جايكم هدية. سلام لجميع، بحبكم كتير، تصبحوا على ألف خير. ما تنسوا تعملوا اشتراك وتعلقوا الجرس، وكمان تعملوا شير على التواصل الاجتماعي. باي.